تطبيق. أخي أستاذ أحمد اليوم ما حد يعرف ترى القصة واضحة. اليوم ما يحدث من الحكومة هو انحياز أعمى، انحياز سياسي، انحياز غير أبوي، انحياز لأجل الكراسي والمصالح. اليوم الانحياز لصالح ليسمع الشعب العراقي فضل. ليسمعها مني ما يحدث من انحياز لصالح الأخوة الكرد هو انحياز سياسي، فاقد الأبوية، فاقد الشرعية، فاقد أدنى مستوى من العدالة. هذا مدعى. شنو دليلي؟ اليوم احنا أمام ما لا يقل عن $70 للبرميل الواحد. نعم، بما يقولونهم إيش قد التزموا أخوة في كردستان تسليم إيش قد؟ 460، أضرب لي 400 هسه 460 ألف برميل يوميا في $70، يعني إيش قد؟ 32 مليون دولار و200 ألف يوميا، يعني شهريا 966 مليون دولار، يعني بما يقرب من التريليون. يعني أنت حصتك 11 تريليون فقط، نفطاتك السدك بعد مال شنو $200 بروح أجدادك؟ هذا واحد. أنا جاي أتحدث عن من؟ عن النفط. إذا فقط قيمة النفط هسه راح تقول لي مو 210 ألف برميل لأجل التشغيل والاستخدام المحلي. أقول لك هاي بس أنت عندك في كردستان 210 ألف، شو أنا عندي 30 ألف في المحافظات؟ عود شنو أنتم مثلا نازل بيكم صك أو آية قرآنية؟ هذا واحدة واخرى. أما المنافذ الحدودية التي إلى اليوم لم تسلم إلى الحكومة الاتحادية ولا دينار من المنافذ، وهي منافذ غنية، بل رئتي العراق الاقتصادية هي المنافذ الكردستانية. راح تقول لي شلون؟ أقول لك أكثر صادراتنا وأكثر عملنا التجاري مع تركيا جاي يحدث اليوم، بل أكثر من ذلك حتى الممنوعات التي تمنعها الدولة على البصرة والسماوة والناصرية والحلة والوسط والجنوب، هذه محافظتنا. كما حدث بالطماطة، تمنع الطماطة الطب من البصرة تجيني منين؟ تجيني من كردستان، وبالنتيجة حتى ما تأخذ الدولة عليها أي جمرك. ليش؟ باعتبارها ممنوعة. لذلك اليوم احنا من جاي نعترض، نقول ان الدولة منحازة.